إذن هذا مركز كيف شرط له في البداية اللي غتستفد منها كبداية ولا واحد 60 جمعية تقريبا، إذن غادي يستفدوا منها تقريبا واحد 120 إلى 200 شخص إطار جمعوي. وهذا المركز يعني خاصو يشتغل بغض النظر عن الأشخاص وعن المجالس المنتخبة، هذا مركز اللي تينتمي لمؤسسة ديال جماعة محلية بدعم من مؤسسات خاصة اللي باغية الدعم، واللي في إطار كيف تنقولوا بأنه الشركات المواطنة أنها تدعم مراكز لتتأهل الجمعيات باش يقدروا ويمكنهم بأنهم ليس أولا يقدموا مشاريع اللي هي عندها مصداقية، طريقة التمويل ديالها، طريقة تتبع كذلك المشاريع تسير، وكذلك التكوين على بعض القيم. وهذا الشيء كيف قلت وتنكرو خاص يكون يعني تابع لجماعة محلية واللي غادي تكون فيها الاستمرارية، واللي غادي يكونوا موظفين هما اللي تيسهروا ماشي مستشارين، هما اللي تيسهروا على تسير هذا المركز. هذه الجمعيات غادي تستفيدوا منها من هذا المركز؟ انا قلت لك دابا غير في البداية، لان هذه بداية ديال 60 جمعية ان شاء الله اللي غادي تستفيد كبداية.